في الموسيقى وروبوت روسي فنان فاز بالميدالية الذهبية بعد عزفه في مسابقة الروبوتات الدولية التي استضافتها الصين. بالفعل روبرت روبوتاكي أعجب لجنة التحكيم أكثر من أي روبوت آخر، وأصبح الأفضل بين روبوتات أخرى في فئة فري ستايل سينيور. قام بغناء كاتوشا وأمسيات ضواحي موسكو وتحت سماء باريس، فلم يكن أمام هيئة التحكيم سوى منح الروبوت الميدالية الذهبية لبراعة أدائه في العزف والموسيقى. يستاهل الجائزة. والله أنا سارة أشوف إنه بندي الروبوتات والذكاء الصناعي مكانة كبيرة في حياتنا، لدرجة إن صرنا نحط لهم جوائز ونسوي لهم مهرجانات، ويمكن يكون في عندهم واقع يعني مختلف تماماً عن واقعنا. يعني هذا هو الجدل وهذا الخوف بإنه المستقبل رح يغزونا ورح يحتلونا ويحكمونا على ما هذا اللي حيحصل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.